الخيول لن تركب للحرب. انظروا كيف تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الخيول لن تستخدم للحرب أبدا. وقال في آخر الحديث، أذكر هذا الحديث رواه ابن ماجة وابن حبان، في آخر الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسألوه عن الفرس، قال لا تركب لحرب أبدا. وفي هذه الإشارات إلى اختراع وسائل جديدة مثل الطائرات الحربية والدبابات والأسلحة النووية والليزرية. فمن الذي أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر؟ والله أعلم.